نجاوب على مجموعة من أهم الأسئلة يلي وصلتنا من خلال المتابعين عبر اليوتيوب أو الماسنجر أو عبر الإيميل بخصوص تدريب النخبة. كل هذا إن شاء الله رح نطرحه من خلال حلقة سؤال وجواب خاصة بتدريب النخبة بهذا الدرس، لذلك تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أخواتي؟ إن شاء الله بخير، الله يسعد أوقاتكم يا رب، وإن شاء الله دوم بتكونوا بصحة وعافية. معكم علاء الحسن من قناتنا أونلاين بزنس مايند. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نتحدث عن مجموعة من الأسئلة ونجاوب عليها، ولكن بدي منك بالبداية لو سمحت تدعمني بزر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس لتوصلك جميع الإشعارات الجديدة من القناة. بداية خلينا ننتقل على السؤال الأول ونجاوب على هاي الأسئلة تبعها إن شاء الله، بحيث الكل يكون عنده فكرة جيدة بخصوص تدريب النخبة. السؤال الأول بيقول: هل أنا بحاجة إلى خبرة بمجال التسويق، وهل يجب أن يكون لدي خلفية بمجال الماركتينج للدخول بهاي الدورة؟ بالطبع لا. حكيت سابقا بالفيديو اللي بيشرح تدريب النخبة إنه هذا التدريب أخواتي تدريب بياخدك من مرحلة الصفر، حتى لو ما عندك أي خبرة مسبقة، حتى لو ما عندك أي خبرات تقنية، رح ياخدك من الصفر إلى الاحتراف بمجال التسويق بالعمولة بإذن الله، من خلال طبعا تدريبك على خطوات مثبتة وسهلة ومنسقة بشكل جيد حتى تمشيها دون ما تختلط عليك الأمور ودون ما يعني تضيع البوصلة مثل ما بنقول. هذا التدريب راح يكون خلاصة خبرة راح تاخذها خلال 30 يوم، وراح تكون قادر خلال انك تبني سيستم عمل بيشتغل نيابة عنك وانت عليك فقط تنشئه لأول مرة. بنفس الوقت بتدريب النخبة راح تطور لك مهارات الماركتينج عندك بشكل كبير جدا، وخاصة فيما يتعلق بمجال التسويق بالعمولة. بعض الأشخاص بيسألني هل هذا الأمر ممكن يفيد بمجال التجارة الإلكترونية؟ بالطبع الكثير من الأقسام الهامة جدا اللي بتطبق بمجال التسويق بالعمولة إخواتي بنطبقها نفسها بمجال التجارة الإلكترونية، وبالتالي تدريب النخبة راح يكون له أثر إيجابي جدا بالنسبة للأشخاص اللي هلأ عم تشتغل أوريدي بمجال التجارة الإلكترونية أو اللي بدها تشتغل مستقبلا. تمام إخواتي؟ بالنسبة للسؤال الثاني: هل أنا بحاجة إلى اللغة الإنجليزية حتى أستطيع النجاح بالدورة التدريبية؟ بالطبع لا، تدريب النخبة أخواتي تدريب قائم باللغة العربية، يعني حتى لو بدي أشرح أنا منتج داخل التدريب منتج أجنبي فأنا رح أشرح لك إياه باللغة العربية وطريقة تسويقه أيضا باللغة العربية. داخل تدريب النخبة أنا رح أفهمك المنهج السيستم، بحيث أنك تطبق هذا السيستم أو هذا المنهج على أي منتج أنت متسوقه، سواء كان منتج عربي أو منتج أجنبي، سواء كان تسويق لعقار أو لسيارة أو حتى لموبايل. تمام أخواتي؟ أنت عليك تفهم المنهج. بالنسبة للسؤال اللي بعده: ما هو نمط تدريب النخبة وهل الدروس تطرح بشكل يومي؟ بالنسبة لتدريب النخبة أخواتي راح يكون مجموعة من الفيديوهات التدريبية المفصلة اللي بتاخذك خطوة بخطوة لإنشاء هذا النظام. بنفس الوقت هاي الأقسام إذا بدنا نشبهها خلينا نقول هي مثل الهرم، فنحن بنبدأ بالقاعدة، بعدين القسم الثاني بيجي القسم الثاني من الهرم، القسم الثالث من الهرم إلى نهاية الهرم، وبالتالي هاي الأجزاء أو الأقسام كلها مرتبطة ببعض ومبنية فوق بعض البعض، وبالتالي من المهم جدا أنه نمشي هاي الأقسام بشكل متتابع، ولذلك راح يكون في عنا متابعة للطلاب، بحيث على سبيل المثال عنا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث. الطالب الأول والثاني انتهوا من القسم الأول بإمكانهم ينتقلوا للقسم الثاني، الطالب الثالث ما انتهى من القسم الأول لازم ينتهي من القسم الأول حتى يقدر يدخل بالقسم الثاني، وهكذا. يعني هو التزام 30 يوم حتى تنشأ هذا النظام، ولذلك بدي تركيز كبير جدا من الطلاب. بنفس الوقت راح يكون في عنا بث مباشر أو حلقات أو دروس بث مباشر داخل تدريب النخبة بتجمعني مع الطلاب المجتهدين واللي عم يجتازوا الأقسام بشكل ناجح. الفكرة من دروس البث المباشر هو طرح مجموعة ممكن من الاستراتيجيات أو طرق تسويقية معينة أو رسم خطط معينة، إلقاء الضوء على المشاكل اللي بتواجه الطلاب أو إجابة عن الأسئلة. يعني الأمر بخصوص البث المباشر أو حلقات البث المباشر يتم تهيئة إن شاء الله حسب خطة مسير الطلاب داخل تدريب النخبة. بالنسبة لهذا النوع من الدروس طبعا داخل تدريب النخبة راح يتم إخبار الطلاب بموعد البث المباشر بحيث الراعي الجميع داخل تدريب النخبة. السؤال بيقول: هل ستساعدوننا في اختيار النيش لأنه مهم للبدء في التسويق؟ بالطبع أخواتي، تحليل النيش واختيار النيش بيكون بالمراحل الأولى من تدريب النخبة، بحيث طبعا نطرح مجموعة من أهم المجالات للعمل بمجال التسويق بالعمولة، وبنفس الوقت بتكون أرباحها أيضا جيدة. هذا الأمر إن شاء الله رح يكون ببداية التدريب حتى نقدر نمهد بشكل صحيح.
هل الكورس موجه لمن يسكن في السعودية ولا فقط لأوروبا؟ تدريب النخ موجه بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم. أي شخص متواجد ببلد عنده سهولة بأمور الدفع الإلكتروني بإمكانه يستفيد من هذه الدورة التدريبية استفادة كبيرة جدا بمجال التسويق بالعمولة، بحيث يحترف هذا المجال بشكل كامل. ومثل ما قلت سابقا، هذا النوع من التدريبات ممكن يحسن نمط عملك عبر الإنترنت بشكل كبير جدا. السؤال اللي بعد أخواتي، ما هو كورس التسويق الفيروسي؟ بالنسبة لكورس التسويق الفيروسي أخواتي، طبعا هذا كورس إضافي متقدم بتدريب النخبة، بإمكانك تعمل له إضافة عن تسجيلك بتدريب النخبة. طبعا هذا الكورس مخصص لكيفية تعليمك التسويق الفيروسي وكيفية مضاعفة نتائج عملك بشكل أكبر. طبعا هذا الكورس بإمكانك تعمل له إضافة من الأوردر فورم أثناء تسجيلك بتدريب النخبة. تمام أخواتي، هذا بالنسبة لكورس التسويق الفيروسي. بالنسبة للسؤال اللي بعده، عندما ينتهي الكورس هل بقدر ارجع اشوف الفيديوهات مشان ارجع واحفظ المعلومات؟ بالطبع اخواتي، جميع الدروس اللي راح تكون داخل تدريب النخبة راح تكون متاحة بحسابك على المنصة، وبالتالي تدريب النخبة راح يكون بمثابة مرجع لك. على سبيل المثال، انت بدك تدخل بنيش تاني مثلا، بدك تعمل ريفرش للمعلومات اللي انت اخذتها، بدك تراجع استراتيجية معينة، فبامكانك ترجع على المنصة وتراجع هاي الفيديوهات مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة وعشرة، فهي متاحة بالنسبة لك. تمام؟ بالنسبة للسؤال اللي بعده، هل في مساعدة للطلاب؟ بالطبع أخواتي، مثل ما حكينا سابقا، راح يتم إنشاء جروب داخل تدريب النخبة، وطبعا في فكرة أن نطوره إلى منتدى حتى، بحيث نحن نقسم مثلا قضايا معينة داخل مجال التسويق بالعمولة إلى أقسام معينة، والأسئلة والنقاشات يتم أرشفتها داخل هاي الأقسام. يعني أي شخص ممكن بده يسأل على سبيل المثال بمجال معين بالتسويق بالعمولة أو بالتسويق أو غيره، فبيروح على القسم المخصص وبيراجع النقاشات اللي صارت، وممكن يطرح سؤال أو يطرح موضوع إلى آخره. إذا هذا الشيء وارد، إنشاء جروب داخل تدريب النخبة راح يكون أيضا مفيد جدا بالنسبة لتبادل الآراء والمساعدة بين الطلاب. السؤال اللي بعده، متى يبدأ تدريب النخبة؟ بانتهاء العداد الموجود بصفحة الكورس راح يتم إغلاق التسجيل بشكل آلي. في نفس الوقت، في حال اكتمال العدد المحدد من الطلاب قبل انتهاء الوقت ايضا راح يتم اقفال التسجيل. 16 شهر راح يبدا التدريب، وراح يتم مراسله الطلاب اللي سجلوا داخل تدريب النخبه ان شاء الله عبر الايميل بمعلومات بدء الدوره قبل هذا الموعد. تمام اخواتي، لذلك اي شخص حابب ينتقل الى مستوى الاحترافيه بمجال التسويق بالعموله، اي شخص حابب يطور معلوماته بشكل كبير جدا ويصير قادر على بناء سيستم او نظام عمل بيشتغل على طول ايام السنه بشكل اوتوماتيكي، عليه فقط يصب تركيزه على بناء هذا السيستم لاول مره خلال مده 30 يوم هذول، بامكانه يراجع معلومات تدريب النخبه من الرابط بصندوق الوصف اسفل الفيديو. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، بتمنى ما تنسونا من دعم الفيديو باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. كان معكم علاء الحسن من قناتنا اونلاين بزنس مايند، وجمعه مباركه علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.